النظرية الجسيمية لنيوتن. اعتبر نيوتن أن ضوءا مصنوعا من جسيمات تسمى جسيمات كرية. الجسيمات الكرية افترض أنها تكون غالبا مثل نقطة جسيمات بدون كتلة. هذه الافتراضات وحدت لتنير انتشار الضوء في خطوط مستقيمة. هذه النظرية لها ميزات معينة. هذه النظرية تشرح كيف يقع الظل على الأرض ولماذا تعكس المرآة الضوء. تشرح النظرية أيضا لماذا يستطيع الضوء أن يجمع خلال الفراغ. واكتشف نيوتن أيضا أن الضوء الأبيض يتكون من ألوان كثيرة، وبواسطة استخدام منشور كان يستطيع أن يفصل كل لون على حدة. هذه النظرية لها أيضا إخفاقات معينة. ظاهرة التداخل والانتشار والاستقطاب لا يمكن أن تشرح إطلاقا.